امبارح بقى، وبما اننا بنتكلم عن المناخ، كان في حفل ختامي لاعلان الفائزين في مسابقه دايره للابتكار الاخضر. المسابقه هدفها دعم وتنفيذ افضل النماذج للتدوير سواء الخشب او القماش، ويعني او افكار خاصه بالطاقه المتجدده. ودي مسابقه بتستهدف الشباب على مستوى الجمهوريه. كان في احتفال امبارح بالفائزين، وتوزعت على 9 شباب جوائز بقيمه 90,000 جنيه، وده الى جانب متابعه الشباب فنيا واداريا وماليا وتشجيعهم للاستثمار في اعاده التدوير. طيب، الاحتفال كان في حضور عدد من قيادات حكومية وشخصيات عامة وقطاع خاص. كاميرا قناة تان كانت هناك. خلونا نروح نشوف التقرير ده ونرجع لكم مرة تانية. المبادرة بدأت إن احنا بقالنا أكتر من 10 سنين شغالين في مجال إعادة تدوير المخلفات، وعندنا مشكلة كبيرة في إن نلاقي أفكار واقتراحات، وبنلاقي كمان في عزوف من الشباب على المشروعات الخاصة بالاقتصاد الأخضر. فجت لنا الفكرة إن احنا نعمل مسابقة على مستوى الجمهورية يشارك فيها كل الشباب، على أساس إنه يقدم الأفكار بتاعته المبتكرة اللي هي فيها نوع من أنواع الابتكار في مجال الاقتصاد الأخضر. لقينا استجابة عالية جدا، لأن تقريبا الصفحة بتاعتنا تقريبا يعني عدى الناس اللي يعني شافتها أكتر من 200,000 تقريبا دخلوا على الصفحة. الحاجة التانية المهمة، أعداد الناس اللي تقدمت تقريبا، إحنا السنة دي تجاوزنا الاستمارات اللي هي دخلت التصفية المرحلة الأولى 198 متسابق يمثلوا كل محافظات الجمهورية. تم تصفيتهم في المرحلة الثانية ل 72، ووصلنا في المرحلة النهائية للجان التحكيم كانوا 32 متسابق. هو احنا كان في تعاون يعني على مدى سنوات عديدة بين مؤسسة دروسوس وبين مؤسسة أضواء المستقبل. المشروع اللي احنا كنا بندعمه كمؤسسة دروسوس كان علشان إعادة التدوير وتشغيل الشباب بفرص يعني اقتصادية تبقى مناسبة. فطلعت دايرة خضراء كنتاج برضو من الشراكة دي بالتعاون مع جهات مختلفة، وطبعا وصل على مستوى السياسات. فإحنا طبعا كنا مهتمين إن إحنا نكمل في دعم النشاط ده، لأنه بيكمل المنظومة للاقتصاد الدائري ولإعادة التدوير ول ترشيد الموارد. الفكره بتاعتنا ان احنا بنعمل حاجه اسمها سمول ويند تربين، اللي هي طواحين هواء صغيره تبقى زي الكبيره بالظبط بس على سكيل اصغر شويه. الفكره دي ابتديناها من 2019، كان في فريق قبلي هو اللي ابتدى الفكره دي، وقعدنا شغالين عليها لغايه دلوقتي بنطور فيها. المهم يعني احنا واجهنا في الاول شويه مشاكل كده، ازاي هنصنع دوت، ازاي هنديزاين الحاجات دي كلها، بس بقينا نستعين بالدكاتره عندنا في الجامعه ونراسل ناس من بره في هولندا ازاي يعملوا الكلام ده كله. ومع الوقت يعني الحمد لله قدرنا ان احنا نعمل حاجه بروتوتايب اولي، ودلوقتي احنا ان شاء الله يعني شغالين على زي امبروف الكلام ده كله ونعمله سستينبل ويبقى من مواد ممكن اعاده تدويرها عشان يعني يناسب البيئه عامه في مصر، وبعد عمره ما الفراغ يخلص اقدر استخدمه في حاجات تانية كتير، ويعني ما يلوث البيئه ويكون صديق للبيئه. انا مبسوطه قوي النهارده ان انا فزت في مسابقه دايره، فزت المركز الاول في مجال اعاده تدوير القماش. انا بشتغل في اعاده تدوير القماش. البدايه كانت ان انا اصلا شغلتي ان بفصل ملابس نسائيه، فبقى بيتراكم عندي بواقي قماش كتيره قوي مش عارفه اعمل بيها ايه. فضلت فتره كبيره تتراكم عندي لحد ما عملت لي زحمه في المكان. فكرت ان انا ابدا اغير فيها شويه، استغلها غير ان انا ارميها. يعني بدأت في الأول إن أنا أعمل بيها مفارش، حاجات باتش وورك اللي هي قطع قماش وأثبتها مع بعضها. بعدين لقيت الفكرة شبه متداولة، غيرت عملت حقائب نسائية بفرغ القماش برسومات معينة وتطريزات معينة وأثبتها على الشنط، أو الشنطة كلها بتكون عبارة عن قطع فنية كاملة متكاملة من بواقي القماش.